مساء الخير، مرحبا بكم في عدد جديد من ملخص اليومي لمهرجان الدولي لفيلم المرأة هنا في سلا. ضيفتي اليوم هي المخرجة جيهان بحار اللي كتشارك في المسابقة الرسمية. جيهان، مرحبا بك على القناة الثانية. شكرا على الاستضافة. أول سؤال، احنا في مدينة سلا، شنو علاقتك بهذه المدينة وبهذا المهرجان؟ كنتي كتحضري ليه؟ شاركتي فيه من قبل؟ حقيقة هي أول مشاركة لي بالفيلم، فيلم على الهامش. حضرت في دورات سابقة ولكن ما كانش عندي مشاركة بفيلم، وعلى الهامش هو أول مشاركة بمهرجان سلا. شحال بقي لي ديال الوقت؟ 6 شهور؟ شهرين؟ غديري العملية. والرب العالي دوي معانا في السبيطار، واحد قوة. واش عارف ما بغيتش شحال كدير؟ هادشي كامل كيهمكم غير الفلوس. انتي ما عارفاش الكبده بشحال كتباع والكلوة. شنو عطاك مني وانت جايب لي ديبلوم ديال الطب ديال الحيوان؟ ترى بحال الحيوان بحال البشر راك ستافيده. قاد في ديك البنيه مسكينه، غير تكتب لها شي حاجه منك انت، خذ فلوسها وعاونها هي. دابا كديري دارت بالحمد لله عباد الله. دابا غادي تجيب لي فين غنبردوا هادشي وانا غنتكلف، انا غنخرجهم. شاركتي في المسابقه الرسميه الى جانب ليلى كيلاني بفيلمك على الهامش، شنو كتمثل بالنسبه لك هذه المشاركه؟ هي المشاركة في المهرجانات بصفة عامة كتكون يعني كيكون واحد نوع ديال التحفيز، كيف ما كان الحال السينمائي أو السينمائية، كيكون تشجيع، كيكون فرصة أننا نتلاقاو بالجمهور، بأننا نتلاقاو بالنقاد. ومهرجان بخصوص مهرجان سلا، مهرجان اللي كي اللي متخصص للسينما المرأة واللي كيحفز المرأة، هو احنا بحاجة لي لأننا كنبينوا على أننا كنساء عندنا قدرات أخرى. على الهامش قصة أو قصص ديال ثلاثة ديال الأزواج، ثلاثة ديال لي كوبل كتطرقي من خلالهم مجموعة من المواضيع بحال العنف، الحب، الخيانة، الزنا، المحارم. إلا طلبت منك تعطينا ملخص لهاد القصص هذه شنو تقولي؟ هو الفيلم كيحكي على ثلاث قصص حب أساسية، زعما أساسا هو ثلاث قصص حب ديال شخصيات مهمشة، شخصيات تتخبط مجموعة ديال المشاكل واللي كتلاقى بطريقة عفوية مي غير متوقعة او ميم طون، للمصائر ديالهم كيتلاقاو في هذا بشكل غير متوقع. دونك الفيلم كيعالج مجموعة ديال المشاكل، ومنها الزنا المحارم، منها البيدوفيليا، منها التجارة بالأعضاء. وكانت الفكرة هي أنا انطلقت من شخصيتين رئيسيتين اللي كيعيشوا حب بريء، واللي من خلال هذاك الحب باش يطعموا هذاك الحب ولا بور لو مانتونيغ كان خصهم عندهم واحد الهدف معين، وبهذاك الهدف المعين هو اللي خلاهم كيتلاقاو بالشخصيات الأخرى. ياسر وياسمين. دونك ياسر وياسمين هما شخصيات على هامش المجتمع، اللي هي كيعيشوا في الشارع، واللي هي كيخصها قلب باش تقدر تعيش يعني. وكان خاصني نشوف علاش هذيك البنت، علاش هذيك الشخصيه عاشت في الشارع، ودونك يعني باش نعرفها كان خاصني نمشي للشخصيات ديال الام ديالها وديال نعيمه او احمد، ونشوفهم حتى هما كيفاش كيعيشوا، واللي شنو اللي خلاهم انهم يتصرفوا بهذيك الطريقه، ولانهم يتعاملوا بهذيك الطريقه مع الابناء ديالهم، ولا انهم يدفعوا الابناء ديالهم للشارع. ومن ثم عاوتاني تشعبت قصه اخرى اللي هي ديال سعاد وعزوز، للتجاره بالاعضاء، اللي هما كيبحثوا على حب من نوع اخر. شكرا لك جيهان. شكرا على الاستضافة. وصلنا مشاهدينا نهاية هذا العدد من يوميات المهرجان الدولي لفيلم المرأة هنا في سلا. أمسية سعيدة القناة الثانية. السلام عليكم.